أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة الوضع الأمني في تعز بعد حوادث الاغتيالات المتكررة والاشتباكات التي تندلع من وقت لآخر. شدد محافظ تعز ورئيس اللجنة الأمنية أمين محمود على ضرورة التصدي لكل من يحاول إثارة الفوضى وإقلاق الأمن في المحافظة وضبط الخارجين عن القانون. وحذر المحافظ في اجتماع للجنة من الانجرار لأي مهاترات أو مواجهات داخلية، مؤكدا ضرورة وحدة الصف لاستكمال التحرير وفرض هيبة الدولة. ووجه محمود بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخرا وكشف وضبط المتسببين والمتورطين فيها. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: ما الذي يحدث في تعز وما هي الأبعاد والأهداف التي تراد للمحافظة، وإلى متى سيستمر هذا الوضع، وما الذي قدمته السلطة المحلية لمعالجته. قبل النقاش نتابع التقرير. كل شيء على حاله في مدينة تعز. خارطة توزيع القوى العسكرية على جغرافيا المدينة تعكس حجم المخاطر الماثلة في ظل ما يعتبرها المراقبون جهودا حثيثة لتأسيس عدن أخرى ومنفلتة أمنيا في قلب مدينة تعز الأكثر تضررا من المعركة طويلة الأمد مع الإنقلابيين. مجدداً اندلعت المواجهات مع مسلح كتائب أبي العباس التي أحكمت سيطرتها على الأحياء الجنوبية والشرقية لمدينة تعز أثناء وبعد عملية تحرير المدينة. معظم التجاوزات الأمنية والاختطافات والاغتيالات ارتبطت بنشاطات العناصر المسلحة في تلك الأحياء دون إجراءات حازمة حتى الآن من قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية حيال هذه التجاوزات، والاكتفاء بالتحركات الاستعراضية لأطقم الحملات الأمنية وبوصف المتورطين في الأعمال المخلة بالأمن بأنهم عناصر خارجة على القانون. عمليات القنص التي تستهدف أفراد الجيش الوطني والشرطة العسكرية من تلك الأحياء لم تتوقف، وهي التي كانت سبباً في اندلاع أحدث الاشتباكات المسلحة بين الجيش وعناصر موالية لكتائب أبي العباس وتفجير الوضع الأمني في مدينة تعز خلال الساعة 24 الماضية. الأنباء الواردة من مدينة تعز لا تزال متضاربة حتى اللحظة بشأن ما قيل عن انتشار للشرطة العسكرية في حي المستشفى الجمهوري إثر توجيهات أصدرها محافظ محافظة تعز أمين أحمد محمود خلال ترأسه اجتماعا طارئا للجنة الأمنية، ما يعني أن المواجهات ما تزال مرشحة للمزيد من التصعيد. بذلت تعز تضحيات كثيرة على درب التحرير واستعادة الدولة، لكن ثمنا باهظا لا يزال يتعين على أبنائها دفعه في ظل تقاطع مصالح أكثر الأطراف سوءا في هذه الحرب والتي تجمع على تكريس معاناة تعز قدر إيمان أبنائها بالدولة والنظام الجمهوري والوحدة. يشاركنا في النقاش في هذه الحلقة ضيفي من تعز أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة دكتور فيصل الحذيفي. أهلا بك دكتور فيصل. وأيضا سينضم إلينا الكاتب الصحفي أحمد شوقي. أحمد، أبدأ مع الدكتور فيصل الحذيفي. دكتور فيصل، بداية، ما الذي يحدث في تعز؟ لماذا بنادق المقاومة بدل أن تتجه إلى التحرير نشهد هذه الاختلالات الأمنية المتزايدة والمتصاعدة من يوم إلى آخر داخل المدينة؟ ما يفسر هذا الصراع هو البدايات التكوينية للمقاومة والجيش الوطني ضد الانقلابيين في اللحظة الأولى. هناك تكوين لم يكن دقيقا ولم يكن نقيا، سمح لجميع المسلحين صالحهم وطالحهم أن ينضموا للقتال دون فرز، وبالتالي أصبح لهم شرعية أو رفع الصوت لأننا نحن مناضلون، نحن مقاومون، نحن فعلنا، نحن قدمنا، نحن. والعامل الخارجي أجد مثل هذا الصراع أكثر لأنه بدأ يتبنى طرفا على حساب طرف آخر لتنفيذ أجندته، وهي السيطرة على اليمن وعلى تعز وعلى كل الأقاليم. أصبح يريد كيانات موازية يستطيع من خلالها أن يحكم تعز أو يحكم أي منطقة يريدها. الشيء الآخر، تعز كانت متعاطفة مع الإخوة السلفيين عندما هجروا من صعدة، استقبلتهم واحتضنتهم على أساس أنهم سيكونوا رفقاء سلاح ضد الانقلابيين نتيجة لسعر مذهبي وشخصي. لكن الوجود ضمن الطرف الخارجي استغل هذه الفئات وغيرها
بما في ذلك جماعات وصفت بالإرهاب وفق تقارير إقليمية ودولية، وبدأ فيها على المستوى المحلي لأن تعز رفضت أن تنساق برغبة التدخل الخارجي. تعز أرادت أن تكون خارطة للوطن، تعز أرادت أن تكون لغتها لغة وطنية، لغة الدولة، لغة القانون، ورفضت أن تخضع لغير السلطة الشرعية. للأسف الآن السلطة الشرعية لم تلتقط الميزة التي تبديها تعز بأنها تدافع عن الشرعية، تدافع عن الدولة، تدافع عن القانون، تدافع عن الوطن. السلطة الشرعية تركت تعز للأسف في مهب الريح، تدفع أثمانا باهظة لمواقفها الوطنية، والتدخل الخارجي بدأ يسلخ تعز قطعا أخرى، يعني بدأ يشق صفوف المقاتلين داخل المدينة المحررة، وكذلك سلق منها المخا والجانب الساحلي وتركها بيد القوات الجنوبية، وكأن أبناء تعز لا يحسنون القتال، يعني وكأن من حرر تعز هم كائنات فضائية نزلات لتحرر الناس. يعني هناك زرع ألغام مستقبلية لحرب أهلية للأسف. عندما يدعي الجنوبي بأنه باب المندب والمخا الجنوبية، يعني نحن سنفتح حرب المستقبل. لماذا لا يمنح أبناء تعز الفرصة لتحرير محافظتهم بما فيها المخاء وفتح مينائه وتطويره وفتح نافذة لتعز بدل هذا الحصار الخانق؟ يعني اليوم تعز تدفع أثمانا باهظة لسوء أداء السلطة الشرعية وكذلك لسوء أداء التحالف والنيتي السوداء في خلخلة الأوضاع، ليس بتعز فقط وإنما تعز هي أكثر من يدفع ثمانا باهظة في هذه القضية، وحصارها دائم. يعني تصور بأنه 4 سنوات ونحن محاصرين لولا الخط الرئيسي الوحيد جنوبا نحو عدن، ربما لما كان الناس في تعز ولما عادوا إليها. سبب عودة طيب عديد من النقاط كمظاهر لحالة الاختلال الأمنية في تعز سنناقشها معك دكتور فيصل، وأيضا مع ضيفنا العزيز أحمد شوقي من تعز ينضم إلينا الآن عبر الهاتف. استمعت إلى توصيف وقراءة الدكتور فيصل للوضع في تعز، إلى أي حد تتفق مع طرح الدكتور فيصل، وما قراءتك أنت وتوصيفك للحالة داخل تعز اليوم؟ طبعا دكتور فيصل يعني قراءته قراءة صحيحة يعني وموفقة، والعمل الخارجي فعلا هو يعني ساهم في تعزيز ما هو موجود في الداخل. الحقيقة أنه خلال هذه الفترات فعلا كانت هناك أخطاء كبيرة جدا رافقت تشكل يعني المقاومة ومن ثم الجيش الوطني، ولم يكن هناك مثلا يعني تحكم أو ضبط لتشكيل هذه القوات وطريقة إدارتها وتدريبها وتأهيلها وتجهيزها للمساهمة في الانتصار في حرب وطنية كبرى. لكن أيضا هناك أطماع نشأت بسبب هذا التشكيل وبسبب ما حدث من تراكم للقوة خلال فترة الحرب لدى بعض الفئات ولدى بعض المجموعات، وهذه المجموعات الآن هي تريد يعني كل مجموعة تريد فرض سيطرتها على المدينة وعلى تعز بحيث أن تكون هي المستفيد الوحيد يعني من الحرب أو السيطرة الوحيد على المدينة وعلى سكانها وكذلك على يعني المواقع القيادية فيها. فالصراع الذي يدور الآن في المدينة هو صراع ذو أطماع، هناك عامل خارجي يعزز هذا الصراع ويقوي إمكانية هذا الطرف أو ذاك، لكن الفكرة في الأساس هي أن هؤلاء لم يكن لهم ضابط ولا رادع من البداية بحيث يعني لا تنشب هذه الاختلالات. طيب إذا العامل الخارجي له تأثير كبير فيما يحدث في داخل تعز، من يستطيع أن يمارس دور الرادع الذي تتحدث عنه اليوم؟ من يفترض أن يعيد ترتيب الوضع؟ من يفترض اليوم أن يحد من هذه الاختلالات الأمنية؟ وبالنسبة للعامل الخارجي ما الذي يريده؟ يعني إلى أي حد يخدم مشروعه ما يحصل من تعز اليوم في هذه ربما حالة الفوضى الدائرة داخل المحافظة؟ يعني إذا كنا أكثر دقة، هناك محاولة لاستقطاب العامل الخارجي لدعم هذه الصراعات، لكن في الحقيقة الصراعات نبدأها ومنشأها هي صراعات داخلية، وهي صراعات لا تقوم على أسس موضوعية، لا تقوم على أسس يعني خادمة أو نافعة للمواطنين ولأبناء مدينة تعز، لا تقوم على رغبة السيطرة ورغبة الاستحواذ، وهذه الرغبة يجري توظيفها في سياق إقليمية. قد تكون المشاريع الإقليمية هذه ليست فعلا يعني ليست داعمة بشكل قوي لهذه الصراعات،
وقد تكون هذه المشاريع الخارجيه يعني ليست لاعبه مؤثره بشكل يعني بالشكل الذي يتصوره البعض، لكن هناك حاله استقطاب، هناك خطاب اعلامي يصور المعركه وكانها بين هذه الدوله وتلك، وكان الموضوع يعني صراع اقليمي في الدرجه الاولى، بينما هو في الدرجه الاولى صراع مصانع وصراع استحواذ داخل مدينه تعز وتمترس داخل تعز، ويحاول الاستفاده من هذه الابعاد وهذه الصراعات في دعم هذا الصراع وحتى اعطاء مشروعيه ما له، سواء كان يعني مشروعيه من قبيل مشروعيه ايديولوجيه او مشروعيه سياسيه معينه لان هذا الطرف مثلا فاسد او لان ذاك الطرف متطرف. فاجمالا يعني ما يحدث الان هو كله في مجمله تصرفات غير محسوبه وغير مسؤوله، وللاسف انه ما زال مستمر حتى هناك اتساع في مستوى المواجهات في الجهه الشرقيه من المدينه، وهناك ايضا يعني اصابه لعدد من المواطنين، وهناك اعتداء على لجنه الوساطه حدث اليوم، وبالتالي نحن نعول بالدرجه الرئيسيه على لقاء الاخ محافظ المحافظه برئيس الجمهوريه في عدن بحيث ان يتم وضع حد للاختلالات الموجوده داخل الجيش، ويتم اعاده يعني ترتيب اوضاع القوات المسلحه والجيش الوطني وقوات الامن لتقوم بدورها كما ينبغي له وليس كما يريد اصحاب المصالح من هذه الجهه وتلك. طيب اعود للدكتور فيصل، دكتور فيصل، من ابرز مظاهر حاله الاختلال الامني الموجوده داخل المحافظه ربما حوادث الاغتيال المتكرره للقيادات العسكريه والامنيه وقيادات المقاومه الشعبيه، باعتقادك ما الهدف من هذه الاغتيالات؟ وما المطلوب للحد منها؟ طبعا المستفيد من هذه الاغتيالات هو الجهه المموله لهذه الاغتيالات، لانه معظم المستهدفين محسوبين على اطراف بعينها. يعني المعركه الان الداخليه هي تقود الى الانفجار لحرب اهليه، باعتبار ان هناك مربعات ميليشياوية في تعز بدأت تريد أن ترعى لهذه المربعات عنوان إمارات، إمارات دينية أو إمارات سلطوية أو إمارات حتى أمنية لنظام سابق إلى آخره، وبالتالي معظم المستهدفين هم القوى الحية التي تناهض هذا المشروع الميليشياوي داخل المدينة. هناك مسؤولية أخرى تقع ليس فقط على الممول والتدخل الخارجي وإنما على الأطراف التعزية نفسها، يعني نحن عندنا الآن قوى عسكرية وأمنية عددية كافية لحماية المدينة وتركيبها، ما الذي يجعل لماذا يسمح لبقاء المسلحين يضربون شوارع المدينة أو يضعون نقاط عسكرية فيها؟ المهدد للمدينة هم الانقلابيون في ثغورها وفي أطرافها، فلماذا يصرون على أن يظلوا ميليشيات داخل شوارع المدينة؟ أي أن هناك خلل بنيوي داخل المنظومة العسكرية والأمنية وكذلك السلطة المحلية، أي أنه هناك تشظي عدم اتخاذ القرار الحاسم لتطهير المدينة من المسلحين أو إخراجهم إلى وظيفة من أساسية وتسليم المدينة للشرطة العسكرية. طيب السلطة الشرعية والحكومة لماذا لا تلتفت إلى هذا الخلل وتعالجه في المنظومة الأمنية والعسكرية؟ أنا قلت سابقا وكررت وربما كثير من المشاهدين سمعوا رأي هذا وأنا لا زلت أكرره، بأن السلطة الشرعية والحكومة سمحت لنفسها من اللحظة الأولى أن يصادر منها القرار السيادي، وبالتالي صار القرار بيد التحالف، التحالف هو الذي يعين، التحالف هو الذي يقرر، التحالف هو الذي يحرك المعارك وهو الذي يوقفها. بربك يعني الثورة قامت بناء على عبد الله صالح ومشروعه الفاسد، وهناك قرار يعين فاسدين من نفس المنظومة، يعني وكأننا نحن قمنا بثورة ضد موزمبيق أو اللاجئين الصوماليين، يعني كارثة يعني، كيف نقوم بثورة ضد نظام فاسد ثم نصدر قرارات لإعادتهم؟ أي أن هناك طرف خارجي يلعب لعبة سيئة، وهذا هو الخطأ الكبير للسلطة الشرعية والحكومة التي سمحت بمصادرة القرار، اليوم هناك صعوبة كبيرة باسترداد هذه السلطة وهذه السيادة. الشيء الثاني والمهم لا نستطيع ان نلوم التدخل الخارجي بمنأى عن الفراغ الحاصل على مستوى اداء السلطه وعلى مستوى القوى السياسيه والامنيه والعسكريه، لانه تعز مثلا او اليمن الان مفتوحه النوافذ والابواب، بامكان ان يدخل اليها من هذه النوافذ والابواب كل من اراد مهما كان، المهم انه يكون ممولا ويحقق اهدافا مسكوت عنها نحن لا نعلمها او ليس لدينا فريق اختصاصي ممكن اليه مثل دراسه مثل هذه الظواهر التي تهدد مستقبل اليمن برمته يعني. طيب وبالتالي لا نستطيع ان نلوم الطرف الخارجي الذي قاد
الاعتراف بأن الطرف الداخلي سمح بهذا التدخل ابتداء من السلطة الشرعية، الحكومة، الجيش، الأمن، السلطة المحلية. هؤلاء المسؤولين لا نستطيع أن نقول أن الآخر يتدخل فقط. طيب نحن ربما قيمت أنت أداء السلطة الشرعية، سنعود دكتور فيصل لنقيم أداء السلطة المحلية، لكن نذهب للأستاذ أحمد شوقي. أستاذ أحمد، التوقف المعارك للمقاومة الشعبية والجيش الوطني في محافظة تعز مع الميليشيا إلى أي حد هو سبب ربما في حالة الاختلالات الأمنية الموجودة داخل المدينة، أنه كان دافع للفصائل المسلحة بدلا من أن تتقاتل مع الميليشيا أصبحت تتقاتل فيما بينها؟ في الحقيقة المعارك التي خيضت في الفترات الأخيرة هي كانت أحد مظاهر هذا الاختلال وليست سببا فقط. بمعنى آخر أن أوضاع الجيش حاليا بحاجة إلى إعادة ترتيب، كما تحدث الرئيس عبد الرب منصور هادي في آخر لقاءاته المعلنة مع قيادة القيادة السياسية وقيادة السلطة المحلية في محافظة تعز، قيادة الجيش، حينما تحدث حول أن تشكيل الجيش الوطني رافقته عدد من الأخطاء وينبغي إعادة تصحيح هذه الأخطاء وإعادة ترتيب هذه المنظومة. وبالتالي ان العمليه العسكريه ايضا هي متاثره بالاختلالات التي تعتري المنظومه العسكريه وكذلك المنظومه الامنيه، ونحتاج في هذه الفتره فعلا ان نلتفت بجديه لترتيب اوضاع الجيش الوطني ليكون جيشا وطنيا حقيقيا بالمعايير المعمول بها في العالم. الوضع الحالي هناك حاله تفلت للاسف، يعني من الانضباط الذي كان يفترض أن يكون في الوحدة العسكرية المقاتلة، وهناك كما قلت لك سابقا هناك يعني رغبات خاصة تدعي يعني صراعات معينة إقليمية وغيرها من أجل تمرير هذه الرغبات، من أجل تمرير هذه المشاريع. النقطة التي أريد أن أركز عليها هو ما أشار له الدكتور فيصل حول إمكانية حدوث حرب أهلية. بمعنى آخر أنه كلما طرح ملف إعادة ترتيب أوضاع الجيش الوطني في تعز دائما هناك اصوات تتحدث عن مساله الاساءه للقيادات والرموز والمش عارف ايه والكلام هذا كله، بينما في الحقيقه اذا لم يتم تصحيح وضبط اوضاع الجيش الوطني في تعز فذلك انفسنا اننا ننجرف في الاهلي في اي وقت من الاوقات، وبالتالي لا يتم التساهل بمثل هذه الملفات، وهي ملفات تزداد تعقيدا كلما تم التغافل عنها اكثر فاكثر. طيب دكتور فيصل، رأس السلطة المحلية المحافظ أمين محمود ربما في الاجتماعات الأخيرة للسلطة المحلية يشدد ويحذر وأيضا يوجه بتشكيل لجان والتحقيق والكشف المتسببين والمتورطين في هذه الاختلالات، كتقييم لأداء السلطة المحلية كيف يمكن تقييم أداء السلطة المحلية من خلال المحافظ والجهاز الإداري العامل معه؟ الجهاز الاداري الى الان هو جهاز هش في ظل موازنه تشغيليه وموازنه استثماريه لاعاده الاعمار او تحفيز الاقتصاد، لا تستطيع ان تشتغل وغيبك فارغ، والسلطه المحليه لا تستطيع ان تشتغل بمعزل عن المكونات المحليه وهي ثلاث اطراف تقريبا: القوى السياسيه الداعمه بالشرعيه، كذلك القوى الامنيه، كذلك قوى الجيش. يعني انت محتاج الى تضافر هذه الفئات الاربع، وسياسيه محليه ومجتمع مدني، سلطه محليه، محافظ واداره حكوميه، قوى امن، قوى الجيش. هذه المكونات المحليه كلها تضامن متضامنه مسؤوليه كامله. لا نستطيع ان نلقي اللوم على الجيش بمعزل عن المحافظ، ولا عن الامن بمعزل عن الجيش، ولا عن القوى المحليه بمعزل عن الان لا توجد حتى ضغوط محليه كافيه من المجتمع والقوى السياسيه لاصلاح خلل اداء السلطه المحليه والسلطه الشرعيه. الاحزاب صامته، يعني يرون اخطاء الرئيس بقراراته واخطاء الحكومه بقراراتها، والريال اليمني ينهار يوما بعد يوم والاسعار ترتفع، لا يوجد موقف مجتمعي واضح لممارسه الضغط، وإن الرقابه على الحكومه غائب بسبب غياب البرلمان. البرلمان بوجوده الشكلي كان يمارس نوع من انواع الرقابه. الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه كان يمارس، الصحافه والاعلام في الوضع الطبيعي كان يمارس. الان المجتمع عليه ان ياخذ زمام المبادره لكي ينتفض
انتصارا سلميا لممارسة الضغوط اليومية على المحافظة، على الجيش، على الاحتلال الأمني، على السلطة، على الحكومة حتى تعتدل الأمور. إذا ظل المجتمع صامتا ويرى بأن أموره سيحلها الله نيابة عنه، أو أن قوة التحالف الإقليمي هي التي ستحل أو الأمم المتحدة، فهذه الحقيقة كارثة. ينبغي على المجتمع بقواه الحية ألا يصمت إزاء هذه الأخطاء وهذه الإفلاتات، لأنه هو المعني بعلاج مشاكله ومصالحه. الشعب في الدستور هو صاحب السلطة، وهؤلاء مجرد ممثلين، والجيش مجرد أداة للحماية، والأمن مجرد أداة للإدارة المدنية. يعني اليوم المجتمع يعيش حالة من السلبية. طيب، يعني المؤسسة الأمنية والعسكرية داخل محافظة تعز دكتور فيصل هي ربما الأداة الأهم اليوم لضبط الوضع الأمني داخل المحافظة، ويفترض أن المحافظ هو رئيس اللجنة الأمنية. هل للمحافظ أمين محمود الكلمة العليا اليوم؟ هل كلمته ربما مسموعة لدى المؤسسة العسكرية والأمنية داخل محافظة تعز؟ لا 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 لا, لا. أؤكد أنه تنافر، وهذا التنافر بينهما هو سبب الإضعاف. عندما يجتمع المحافظ مع القوى الأمنية والعسكرية ويتم إقرار إلغاء أكثر من 100 نقطة عسكرية في الشهر الماضي وإقرار 17 نقطة، من الذي رفض التنفيذ؟ هي القوى الأمنية والعسكرية. يعني أنا كمحافظ مجرد كالخليفة القاهر بالله، الاسم اسم والحاكم أمير الأمراء السلجوقي. يعني الآن عندنا أمراء ميليشياوية تتحكم في الوضع أكثر من القوى الرسمية التي تمتثل إلى السلطة والشرعية. يعني الحقيقة المحافظ وحده لا يستطيع أن يفعل شيء، الجيش وحده لا يستطيع أن يفعل شيء، القوى الأمنية وحدها لا تستطيع أن تفعل شيء. لابد من تضافر هذه المكونات المحلية الأربعة التي ذكرتها لكي يحددوا أولويات احتياجات الناس. الناس سئمة الحرب، الناس سئمة الحصار، الناس سئمة الفقر، المجاعة، التشتت. الناس يريدون العودة من زحام إلى 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 بيوتهم. لا يكترثون، هناك رواتب تصرف لهم ويتسابقون عليها متى ستأتي. إذا نسوا المجتمع، نسوا معاناة المجتمع، نسوا الحاضنة الاجتماعية التي كانت تخبز لهم ليلا ونهار إلى 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 المواقع، نسوا الحاضنة الاجتماعية التي كانت تبيع الذهب وتشتري الذخيرة لكي يقاتلوا. بالأمس أنا أسمع في الحي مضاد طائرات و 12/7 يطلقون في الأعراض. هؤلاء السفهاء للأسف. والله وصلنا إلى مرحلة من السفه أن تمارس هذه الذخيرة للأعراض، ونحن محتاجين أن نرميها إلى العدو الذي بيننا وبينه أمتار. مؤلم جدا أن تستطرد تفاصيل هذا التشتت. هناك قلنا أؤكد هناك انسجام بين هذه المكونات، وبالتالي الضعف ارتد كلما زاد النفور بينهما. أشكرك جزيلا دكتور فيصل حذيفي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة، كنت معنا من تعز. أختم مع الكاتب الصحفي أحمد شوقي. أحمد، تقييمك لأداء السلطة المحلية وفق ما لديهم من إمكانيات، أيضا عن طبيعة العلاقة مع المؤسسة الأمنية والعسكرية في المحافظة. في الحقيقة يعني الدكتور فيصل الحبيبي وصى وكفى ولم يترك لي شيئا ليتحدث به عن هذا الموضوع. فعلا لا يستطيع أي طرف في محافظة تعز أن يقوم بحماية وتأمين المحافظة ورعاية مصالح مواطنيها بمعزل عن الطرف الآخر. نحن فعلا بحاجة لتضافر هذه الثلاث الأطراف التي ذكرها الدكتور، المحافظة والمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية والأحزاب. هذه إذا تم يعني التعاون فيما بينها وقامت بعمل إعداد تصور أو خطة كاملة وتنفيذها بمصداقية وبجدية لتأمين المدينة ولتحريرها ول يعني تدعيم عمل المؤسسات المؤسسة الدولة والمؤسسة المحلية، ساعتها ستجد أن المدينة أن تعد تخطو خطوات كبيرة جدا للأمام، وأن الأمور تتحسن. بدون تضافر هذه الجهود وبدون إدراك كل لطبيعة واجبه ومسؤولياته لن يحدث هذا الأمر. ونحن في الوضع الحالي كما قلت لك سابقا بحاجة بالدرجة إلى أن يعاد النظر في أوضاع المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية وكذلك تموضع القوات. نحن لسنا بحاجة لجميع هذه القوات في مواقع الحالية، على جميع القوات العسكرية مثلا الألوية العسكرية أو الوحدات العسكرية التابعة للألوية أن تعود أو أن تتحرك إلى مسارح عملياتها لتنطلق منها في عملية التحرير. لا يمكن تحرير مدينة تعز من الداخل في ظل هذا الحصار الخانق
وخصوصا ان مسارح عمليه هذه الالويه يعني هي خارج المدينه، وبالتالي تواجدهم داخل المدينه لا يضيف سوى المزيد من الاعباء والمزيد من الصراع والقتال الاهلي. الانتقه الشخصيه والتعامل مع القضايا المصيريه بخفه يؤدي الى مثل هذا الصراع والقتال الاهلي. يجب ان تراعى مصالح المواطنين وان يعمل كل وفقا لمسؤوليته وفقا لالتزاماته الاخلاقيه والقانونيه. أشكرك جزيلا أحمد شوقي أحمد الكاتب الصحفي، كنت معنا من تعز، وأيضا الشكر موصول للدكتور فيصل الحذيفي. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج زوايا الحدث، في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل ماهر بن ميشي.